قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان حلقة جديدة ومميزة بعنوان عقدة انتقال العذراء. وقد استضاف البرنامج في الاستوديو سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن الذي أغنى الحلقة بزخم المعرفة وأفاض في شرح عقيدة انتقال العذراء إلى السماء بالنفس والجسد. فإلى هناك أصل هذا العيد نعم. في كنائسنا نعم. من أين وجد، خاصة أنه ما نذكر في الكتاب المقدس، فمن أين أخذت الكنيسة عقيدة تؤمن بها لستنا مريم العذراء، عقيدة انتقال السيدة بالنفس والجسد؟ نعم، في اعتقاد قديم بالكنيسة أنه مريم العذراء أم السماوية لم تبقى في القبر نعم. بعد موتها، هي ماتت زي ما كل الناس بتموت نعم. ودفنت، لكن لم يبقى جسدها في القبر بل انتقلت إلى السماء بالنفس والجسد. هذه موضوع العقيدة اللي أعلنت سنة 1950 كعقيدة على يد القداسة البابا بيوس الثاني عشر، لكن هو أعلنها مش هباء و تجاوزا أو عشوائيا، إنما أعلنها بناء على إيمان سابق لدى المؤمنين يعود إلى القرن الثاني إن العذراء لم تبقى في القبر. عندنا كتب، هي مش أناجيل من الأناجيل الأربعة، تسمى أناجيل منحولة أبوكريفا، تصف كيف إنه العذراء ماتت، أجر الرسل من كل أنحاء العالم دفنوها. في كتاب من الكتب اللي اسمه ترانزيتوس ماريا أو عبور مريم، نعم. عبورها من الموت إلى الحياة، هذا الكتاب يعود إلى القرن الثاني. في هذا الكتاب يقول صاحبه إنه توما الرسول كان غايب لما ماتت العذراء، نعم. فقالوا له العذراء ماتت ودفنت، قال لهم أنا بصدقش إلا إذا شفت القبر، فأخذوا للقبر. هذه طبعا قصة تقدر تقوله جميلة طقوية، بس ممكن ما تكونش تاريخية، لأنه هذا الكتاب لا يدعي أنه كتاب تاريخي زي الأناجيل الأربعة أبدا. إحنا الأناجيل الأربعة هي كتب تاريخية على الإطلاق، بينما الكتب اللي كتبت لاحقا هي كتب طقوية كتبت لتمرير فكرة معينة موجودة عند الشعب. فيقال أن الرسل راحوا مع توما، فتحوا القبر ما لقوش جثمان العذراء، لكن وجدوا مكانه ورود تفوح رائحتها، ففهموا انه لم يبقى الجسد هناك. نعم. هلا انا بقولش انه الايمان بالانتقال اجى من الاسطوره هذه، لكن الاسطوره ولدت تثبيت لعقيده في قلوب المؤمنين انه هذا الجسد، جسد العذراء الذي حمل الكلمه الازلي اللي عاشت طاهرة لم تجد الخطيئة إلى نفسها سبيلا، هذه العذراء القديسة أم المسيح لم يكن يليق أن تتعفن وأن يأكلها الدود زيها زي غيرها، فربنا باركها كافأها، وهذا استباق لما يحدث سيحدث لنا في آخر العالم عندما ستقوم الأجساد وسنتمجد نحن أيضا بجسدنا. فالجسد هو شريكنا في عمل الخير زي ما هو شريكنا في عمل الشر، فسنكافأ أو نعاقب لا سمح الله أيضا مع هذا الجسد اللي كان شريك في الخير والشر. فموت العذراء وانتقالها هو استباق وصورة مسبقة عن مصير كل واحد من أبناء الكنيسة.